واحنا ما بننتصرش ليه؟ هو ربنا سايبهم يعملوا فينا كده ليه؟ والأطفال اللي بتموت دي ذنبها إيه؟ الأسباب كتير قوي. أولاً ده حال الدنيا، دي دار ظلم وابتلاء. ثانياً كل دي نتائج منطقية لحالة الضعف والوهن اللي الأمة بقت فيها، طبعاً ما عدا المنطقة اللي بتقاومهم، يعني دي الوحيدة اللي ما أصابهاش الوهن ولا الضعف ولا الهزيمة، الحمد لله لحد دلوقتي كلنا مهزومين. بالإضافة لمعاصي الناس وطمع الدول وتخاذل المسلمين عن نصرة إخوانهم وتعمدهم إهمال بلادهم والجبن في مواجهة الكبار والخوف على المصالح والجري ورا الشهوات. لكن أعدائنا إلى جانب تعلقهم بالشهوات على فكرة اجتهدوا وأصبحوا قوة عظمى، وإحنا نمنا، بقينا ننتقل من ضعف لضعف فبنندس تحت رجليهم. فكل اللي بيحصل ده منطقي جدا، يعني ربنا عز وجل مش هيحارب لنا يا جماعة، إحنا مش مخلوقين في الدنيا عشان ننام وربنا ينقذنا وينقذ أولادنا، إحنا مش أنبياء عشان يحقق لنا المعجزات. حتى الأنبياء اتحطوا في ابتلاءات أكتر من كده. أقول لكم كمان، إحنا ما نستاهلش إن ربنا عز وجل يعمل عشاننا معجزات بوضعنا الحالي، وأدينا بندفع تمن معاصينا وضعفنا ووهننا وفساد أخلاقنا وضياع ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الكفار شقوا رأسه الشريف وأسنانه اتكسرت في غزوة أحد لما المسلمين عصوا أمره، عشان نعرف إننا لما نعصي الله ورسوله بندفع التمن، وأدينا بندفعه. لو كنا عملنا نفسنا قيمة وهيبة وقوة شوية ربما كان يبقى الوضع متغير وكانوا احترمونا إلى حد ما. يعني المجرمين دول ما يقدروش يعملوا كده مثلا مع كوريا الشمالية مع روسيا، لكن هم بيضربوا اخواتنا وعارفين اننا مكسحين مش هنتحرك من مكاننا، ولو اتحركنا الأمة مش هتبقى متحدة، بلد هتتحرك وبلد هتقف تتفرج وبلد هتقول ماليش دعوة، ولو اتحركنا مش هنعرف نوصل له، هنجري في المكان كده مع نفسنا كبرنا شوية بوستات ومظاهرات وشكرا. حتى البوستات بقوا يكتموها وما بقوش يظهروها للناس، حاطين على بقنا بلاستر. فربنا هيعمل لنا ايه؟ احنا ليه دايما بندور على شماعة نعلق عليها الكوارث اللي بتحصل لنا؟ لو في ناس ما بتصدق بقى، ما فيش ربنا خلاص، ما دام سايبنا كده يبقى ما فيش ربنا، استغفر الله. طب ما ربنا ساب حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد، ساب اولاده كلهم يموتوا على ايديه، والانبياء اللي استشهدوا واصحابهم اللي عانوا هم اولادهم وزوجاتهم واللي تهجروا واللي تعذبوا، هنثبت زيهم ولا هنقلد اللي افتتنوا وارتدوا عن دينهم واتبعوا اللي عنده عضلات؟ انت قاعد في بيتك معزز مكرم بتقول فين ربنا؟ امال لو كان بيتك بيقع عليك زيهم كنت هتقول ايه؟ وسبحان الله عندهم ثبات رهيب، محدش فيهم طلع كفر ولا قال فين ربنا سايبنا ليه. هم بيقولوا فين العرب فين المسلمين، لكن ما بيقولوش فين ربنا، لان هم عندهم حق. المفروض اللي يتدخل العرب والمسلمين. يا جماعه احنا مش عاوزين نساعد بعض في نفس البلد، الاخوات مقاطعين بعض عايشين في بيت واحد مش طايقين بعض، فهل نستحق ان ربنا يساعدنا؟ ما تخلونا منصفين ومنطقيين وواقعيين كده. احنا مستنيين الجبل يتشق ويطلع لنا ناقه تحارب لنا؟ قارن موقفنا كده بموقف الانصار. لو قلت لك ابعت لهم نص مرتبك كل شهر هترضى؟ زوجتك هترضى؟ امال لو قلت لك روح حارب بقى وضحي بروحك او ابعت ولادك يحاربوا هتبعتهم؟ في جزء مستعد يعمل كده، بس مش الغالبيه للاسف. احنا مش جيل تمكين، احنا بنتكلم هنروح ونحارب وافتحوا لنا الحدود وما اعرفش ايه، بس لا، في ناس كتير قوي 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 هتنسحب. هو مش شرط نبقى كلنا كده، بس في ناس كتير بتنسحب وفي ناس كتير بتخون وناس بتنافق وناس بتفسد، فاحنا محتاجين الصالحين يبقوا اغلبيه. فاحنا مش جيل تمكين وعدونا عارف كده كويس، عشان كده دايس علينا ومش همه. ومش من العدل الالهي ان المسلم ينتصر على الكافر لمجرد انه بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. العدل الالهي بيقتضي ان لكل مجتهد نصيب، ومن العدل ان الكافر ينتصر لو كان اقوى واكثر علم واخذ بالاسباب اكتر من المسلم، ولو المسلم أخذ بالأسباب هينتصر برضه. لكن ما يبقاش المسلم نايم لا عايز يتعلم ولا عايز يذاكر ولا عايز يشيل الغطا من عليه ويقوم يصلي، والكافر اللي تعب واجتهد واخترع وتعلم هو اللي يتهزم. إلا بقى لو حصل مثلا إعصار زلزال بلعهم ماشي، بس مش هتبقى أنت اللي مشارك في النصر. والناس مستحوذين على القوة واقتصاد العالم كله، تعبوا واجتهدوا واشتغلوا وتطوروا وبيكبروا بلادهم وبيوسعوا ملكهم ومدينينك وبيأكلوك ومشغلين لك مصانعك وبيزرعوا لك أرضك وبيبنوا لك الأبراج بتاعتك، وقاعدين جوه بيوتنا وجوه موبايلاتنا وإحنا قاعدين نغني نمتننا. إحنا حتى البلد الوحيدة اللي واقفة لهم وبتحاربهم بعتنا لها جزء من المساعدات بالعافية. أنتوا متخيلين مكانتنا عاملة إزاي كأمة؟ ما بتكلمش على بلد لوحدها، بتكلم على الأمة كلها. مش عارفين نبعت لهم كيس قطن، بنستأذنهم عشان نبعت لإخواتنا مساعدة. أخونا بيتضرب في الشارع ومش عارفين نحدف له من البلكونة علبة ميكروكروم. فالموضوع بيتحكم فيه حاجات كتيرة قوي وحسابات كتيرة قوي، من قوة عظمى بتمشي كلمتها لاتفاقيات ممضية هم بيخترقوها عادي براحتهم، بلطجة وقوة وسيطرة. لكن أنت ما تعرفش حتى تحاسبهم على الاختراق ده. أنت لو اخترقت الاتفاقيات زيهم بالضعف اللي أنت فيه ده
هتتفرم حرفيا من العالم كله. ايه الحل دلوقتي؟ طول ما احنا أمة ضعيفة مفيش حل، طول ما احنا أمة مديونة فاشلة اقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا ودينيا وعلميا وصحيا، هيفضلوا هم اصحاب القرار والامر والنهي. طول ما احنا مهتمين بس باطول برج، وكل شوية واحد يحوش قرشين ويعلي على صاحبه، انت عملت اطول برج، طب انا هعمل برج من الارض لحد القمر، ايه رأيك بقى؟ طول ما احنا بالشكل ده هيفضلوا كعبهم عالي علينا. لما تبقى قوتك راسها براسهم، او حتى اقل حاجة بسيطة، بس عندك شوية قوة وجرأة وايمان وعقيدة، ساعتها تقدر تتكلم. احنا عندنا جيوش كتيرة، كل دولة في الأمة عندها جيش كبير ومعدات وأسلحة وطيارات ودبابات، لكن نخاف نضرب عليهم بومبة لأنهم متحكمين في كل جوانب حياتنا. إنما هم بيدعموا بعض عادي، يجوا من آخر الكوكب في الغرب لحد الشرق الأوسط عشان يساعدوهم، يجوا أه. إنما إحنا نقدر نساعد إخواتنا؟ ما نقدرش. أمريكا تبعت، فرنسا تبعت، ألمانيا تبعت، أنت تقدر تبعت؟ ما تقدرش. أي دولة إسلامية ما تقدرش. إحنا السلاح بتاعنا واخدينه منهم، ما تقدرش تضرب رصاصة من غير إذنهم. ما تقوليش لا ده من روسيا، لا ما هي روسيا برضو تنين بيطلع نار وبيولع في إخواتنا في سوريا، ما عليهاش سكر روسيا، سواء دول أو دول وحوش، لا عندهم ملة ولا دين ولا رحمة ولا ضمير. طب سيبك من السلاح، نركن السلاح على جنب، يفصلوا عنك النت، يوقعوا لك السيستم، خلاص كده انسى البنوك والمصانع والشركات والمصالح الحكوميه دي كلها هتتعطل، هيرجعونا لعصر الف ليله وليله. فهم تعمدوا يسيطروا على كل نواحي الحياه، واحنا استسلمنا لهم واستسهلنا ونمنا وسبناهم يشتغلوا هم ويخترعوا لنا، واعتمدنا عليهم وريحنا دماغنا، فاصبحت محتل وانت قاعد في بيتك، قاعد متصور وبيتسجل لك كلامك ومعروف انت بتعمل ايه، بتتكلم في ايه، بتحلم بايه، نفسك في ايه، محتاج ايه، بتحب ايه، بتكره ايه. فهم واثقين ان الامه في الوقت الحالي عمرها ما هتتحد ولا تتحرك، واللي بيفكر يتحرك بيعملوه ارهابي. خلاص كده رسمي نظمي فهمي، اي حد هيحاول يدافع عن ارضه ضد الاحتلال بدون اذن الحكومه بتاعتهم خلاص كده هو ارهابي. حرموا عليك حتى تدافع عن نفسك، حرموا عليك حتى مجرد الكلام، ممنوع تقول بيعملوا فينا كده ليه، ممنوع تقول حرام عليكم ارحمونا، فكاتمين صوتك من منصاتهم، انضرب وموت وانت ساكت. حتى سلاح الاعلام اللي هو عباره عن مجرد كلام هم اللي مسيطرين عليه، وانت قاعد بتحاربهم بيه، بتحاربهم بسلاحهم، فبيتحكموا فيك تقول ايه وما تقولش ايه، تنشر ايه وما تنشرش ايه. ولولا ان الدنيا مفتوحه على بعضها، لولا ان الحقيقه ابتدت تتعرف وظهرت لبعض الناس اللي عاشوا سنين طويله مخدوعين بكهنهم ومسكنتهم وكسبهم، فهل ربنا هينصرنا عليهم واحنا كتع كسح كسل كده؟ لا طبعا. انت عندك قواعد امريكيه منتشره في البلاد العربيه حوالينا محزماك من كل ناحيه، مفيش بلد تقدر تعطس من غير اذنهم، امريكا واوروبا بكل الدول اللي فيها، وعندك الهند، ما هتصدق يلا مسلمين بيتقضي عليهم، هتجري تزيط، حرب صليبيه على نتنياهويه على بوذيه، كل دول عايزين يمكنوا الاحتلال من اراضينا، لان من مصلحتهم اننا نفضل مشغولين بالشوكه دي وما تقوملناش قومه زي زمان، لاننا لو قمنا مش هيلاقوا نفسهم. هم مجربين قبل كده اسد الاسلام لما كان مسيطر كان بيعمل فيهم ايه، فكل دول اتحدوا عليك وانت مش عارف تتحد مع جارك عشان تدفعوا صيانه العماره. انه دوله عربيه بقى ولا اسلاميه اللي هتتصدى لليله دي كلها لوحدها؟ لما كناش نتحد زي ما هم اتحدوا هيبقى الوضع على ما هو عليه، بل هينتقل من سيء الى اسوأ. احنا نقدر نمسحهم، جيش دوله واحده يقدر يمسحهم في لحظه، بس يكون في دعم وتعاون من باقي الدول، مش دوله تحارب وتفلس ودوله تانية تطبع ودوله تانية عايشه في السهرات والمهرجانات. لا، لما نتحد من المحيط للمحيط، مش هقولك بقى من المحيط للخليج، لا لبعد الخليج كمان، المسلمين اللي مش عرب، ماليزيا، اندونيسيا والبلاد الافريقيه والمسلمين المقيمين في امريكا واوروبا، مسلمين العالم كله، يبقوا كتله واحده قصاد كتلتهم، ساعتها هيعملوها على نفسهم ويجروا زي الفيران. بس مين هيوافق يبقى تحت قياده واحده؟ كل واحد عايز اسمه هو اللي يتكتب في التتر، يا كده يا ماليش دعوه مش هشارك، وغير اللي خايف على منصبه، وكل واحد خايف سلطته وفلوسه تروح منه، وكل اللي قاعد في الحكم بقى له 60 سنه يهبش ويحوش، اضيع كل ده وما بقاش انا الزعيم؟ الجاهليه، الجاهليه اللي بتجري لسه في الدم العربي مش عايزه تسيبه. متخيلين في زعيم دوله عربيه بدون ذكر اسماء قطع مصر وحاربها علشان خاطر ما قالولوش على ميعاد حرب اكتوبر، عملوها من غير ما يستأذنوه، دي دماغ ممكن تنتصر؟ فمصر من غير اتحاد حلم مستحيل التحقيق. حاجه كمان بقى مهمه جدا، وهي دي الاساس في النكسه اللي احنا فيها، ان احنا بنعمل عكس الكتالوج اللي نزل لنا، العكس على طول الخط تماما، عكس اللي ربنا امرنا بيه بنعمله. قال مثلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اعدينا؟ لا، احنا بنشتري الاسلحه منهم، منهم اللي هم يقدروا يعطلوها من عندهم بالريموت، اللي هم لو وقعوا لك السيستم بلدك هترجع للقرون الوسطى، القمح والعلاج والاسمده والاجهزه والعربيات والطيارات وجميع وسائل المواصلات احنا واخدينها منهم، لولاهم كان زماننا لسه بنركب العربيات الكرو بالحمير في الشارع. حقيقة، دي الحقيقة. عندنا مصنع بيصنع العربيات والقطارات والطيارات والأتوبيسات والحاجات، ما عندناش، بنشتريها مستعملة منهم. طيب ربنا عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ما
ما تتخانقوش مع بعض، ما تعادوش بعض، اتحدوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عملنا العكس، بيبقوا ساكنين اهل في بيت واحد مش طايقين بعض، سلايف على عدايل، على اخت جوزي على حماتي، شغالين حسد واحقاد وغيبه ونميمه وخناقات، ودي تتكلم على دي ودي تفتح دي، ودي شغله نفسها باخبار فلانه، ودي عملت وما قالتليش، ودي جابت وما فرجتنيش، ودي عطست وما استاذنتنيش، وشغلين بالنا بغيرنا مش بتطوير نفسنا وديننا واخلاقنا وعلمنا، قاعدين بنعادي بعض، بنشوه صوره بعض، ما بنتحملش حتى مجرد كومنت مكتوب بننزل فيه سب ولعن لو البلد والاهله. وكل بلد فيها 100 حزب و100 طائف، اللي شيعي واللي صوفي واللي بهائي واللي سلفي واللي اخواني، وانا تبع الجيش، لا انا تبع الاخوان، ونقعد نكفر في بعض ونخون بعض ونصرف ملايين على برامج التوك شو عشان نزرع الفتن والكراهيه بين الناس، بين مؤيد وبين معارض، لحد ما الاخ قطع اخوه عشان انتخب حد مش على مزاجه. ما نفذناش امر الله، وجايين دلوقتي نقول ربنا سايبنا ليه؟ في الدنيا ليها حسابات تانيه وتشريعات ربنا عز وجل انزلها من أجل الدنيا علشان نستخدمها ونطبقها، مش نطبقها في الدولاب. عصيناها كلها، لا وبعد العصيان ضامنين كمان الجنة في جيبنا. احنا داخلين الجنة يا جماعة، احنا مسلمين رغم المعاصي دي كلها والخراب ده كله. اه طبعا هنخش الجنة، يعني احنا أحباب الله، نفس تفكير بني إسرائيل، خربينها وشايفين انهم أحباب الله، ما اعتبرناش من اللي جرالهم واللي اتقال عليهم في القرآن، وبعد ده كله عايزين ربنا يحارب لنا ازاي؟ طيب طب هديكم مثال، ولله المثل الأعلى. لو أب أعطى لابنه قطعة أرض بتطل على بحيرة وقال له يا ابني أنا بحبك وعايز مصلحتك وبعرف أكتر منك، البحيرة دي فيها تماسيح، فلو سمحت ابني حواليها سياج شائك ونور مصابيح كده حواليها واملى الدنيا نور وما تمشيش فيها بالليل، وخليك فايق وصاحي كده واسترجل وخلي سلاحك معاك دايما عشان أي تمساح يهاجمك تنهي حياته فورا. راح الابن ما سمعش كلام أبوه ولا بنى السياج ولا تعب نفسه، وفضل طول اليوم ياكل ويشرب ويتفسح ويضحك ويتريق على اللي رايح واللي جاي ويعكس في البنات ويرقص مع دي ومع دي، واخر الليل راح نام على طرف البحيره ودلدل راسه كده للتمساح، اتفضل كلني، راح واكله. احنا ما التزمناش فاتكلنا. ينفع يصرخ ويقول فين ابويا؟ سبتني ليه يا بابا اتاكل؟ ما انا قلت لك، ما انا حذرتك وفهمتك تتعامل ازاي، عملت عكس اللي قلته لك، رحت متاكل. وبعدين ما هو التمساح ده برضه كائن حي ومن حقه يسترزق وياكل ويشبع، التمساح سعى على رزقه وبلعك، انت ما ساعدتش ليه على رزقك وحميت نفسك، فمش من حقك تطالب ان ابوك يقف جنبك اصلا، لانك انت اللي مقصر وضعيف ومهمل. احنا ضحكنا العالم علينا، احنا بقينا اضحوكه. ميركل المستشاره الالمانيه طلعت تلقح علينا بالكلام وتقول الناس في الهند والصين عندهم 800 عقيده ومتفاهمين وعايشين مع بعض في سلام، والعرب دين واحد ورب واحد والنبي واحد وكتاب واحد، وشوارعهم متغطيه بالدم، القاتل بيهتف الله أكبر والمقتول بيهتف الله أكبر. ده كلامها، بتقول إحنا هنقول لأولادنا وأحفادنا إن المسلمين بيهربوا من ولادهم وبيجوا عندنا في ألمانيا مع إن مكة أقرب لهم مننا، الحج بيدخل لهم 20 مليار دولار كل سنة ولسه عندهم فقراء. عندها حق. إيه؟ عندها حق. واللي ينكر يبقى مغيب وسكران وعايز يعيش في الوهم، يتغطى وينام. دي أمة ممكن تنتصر أو يتعمل لها حساب؟ أنت لو ساكن جنبك أسرة في الصف في الشقة اللي جنبك كل شوية يتخانقوا مع بعض وصوتهم طالع وفضايح وشتايم، هتعمل إيه؟ هتستنقصهم وتستقل بيهم وتحتقرهم. ولو شفتهم بيتقطعوا في الشارع وبينضرب ولا هتسأل فيهم؟ هتقول دول أصلا همجوا ومتعودين على كده، أنا مالي أتعب نفسي عشانهم ليه وأعرض نفسي للخطر ليه؟ ده يكفي إننا موجوعين قوي ونازلين سب ولعن في فلان عشان ما وصلش صوتنا للغرب، اللي هم أصلا اللي زارعين الكيان العصابي ده وسطنا. يعني خلاص احنا مش لاقيين حاجه تفرقنا، فقاعدين نختار على بعض حاجات نتخانق عليها ونزيد على بعض بيها، وسايبين المشكله الاساسيه. لازم انا اظهر ان انا اكتر وطنيه من فلان، انا صحابي لكن هو منافق. ايه ده؟ ايه الجاهليه اللي احنا فيها دي؟ هي بقت بالهتافات والبوستات والاخبار؟ هو ده اللي هيجيب النصر؟ مستنيين النصر على قدم لعيب كوره ولا لسان فنان عنده مطار ملك بطياراته ولا ممثله اباحيه وفرحانين بنسقف لكلامها؟ اهم اتكلموا، عملت ايه الاصوات؟ الغارات شغاله والناس لسه بتموت، ولا احنا دنيا الشعارات؟ والله لو كل شعوب الارض خرجت من بيوتها واتظهرت، البلطجيه اللي حاكمين العالم هيعملوا اللي على مزاجهم، وما عندهمش مانع يبيدوا الناس بالنووي والغازات السامه المحرمه دوليا، لانهم عارفين ان الشعوب اخرها الجعجعه، وهم فوق في الطيارات والصواريخ بتاعتهم بيضحكوا علينا واحنا تحت زي النمل. احنا لو انتصرنا عليهم بوضعنا المخزي ده هيبقى ظلم، هيبوش هم تعبوا ومالوا الدنيا اختراعات وعلاجات وتقدم وتطور وأعدوا فوق ما استطاعوا من قوة وإحنا تحت الصفر، وعايزين ننتصر عليهم بصوابعنا؟ لا، لازم تتعب وتشقى وتخترع وتتقدم وتتطور. أنت قاعد عايش بعقلية المماليك، قاعد مستني طيران أبابيل تيجي تحارب لك،
قاعد مستني المهدي المنتظر يجي لك. العقلية دي اللي من 3000 سنة ما تنفعش في العصر اللي احنا فيه. ربنا عز وجل أنزل لك قرآن يمشي وينفع مع كل العصور. اعمل بالقرآن، العيب فينا احنا، احنا السبب. احنا تخلينا عن الجهاد والفتوحات وهم استلموها، هم دلوقتي اللي بيغزونا بس بيعملوها بوقاحة. في ناس بقى هيقولوا لي ما تحبطيش الناس، حرام عليكي ازرعي الأمل. يا جماعة الأمل هيجي لما نشتغل ونتقدم، مش هيجي بالكلام واحنا نايمين مستنيين ربنا ينقذ لنا أطفالنا وبيوتنا. بلاش سذاجة، لازم نعترف إن عندنا مشكلة عشان نبتدي نحلها. طول ما احنا مش معترفين بالمشكلة وإننا فينا غلط وإننا ماشيين في طريق مش صح وفي بينا منافقين مضيعين الدنيا ومضيعين الأمة كلها، هنفضل نطلع من غلط لغلط ومن سقوط لسقوط ومن هزيمة لهزيمة. وكل كام سنة هيرتكبوا فينا مذبحة كده لحد ما يخلصوا علينا لو استمرنا على الوضع ده. ما احنا ساكتين قاعدين نتفرج أو نولول أو نتظاهر أو نعمل بوستات، يعني أقل الواجبات اللي علينا اليومية ما بنعملهاش. ده أنت لو قلتي لواحدة طاعة الزوج تولع فيكي. أقل أوامر ديننا اللي اتأمرنا بيها ما التزمناش بيها. الشاب بيروح الشغل بالعافية مش عايز يشتغل، البنات بنصحيها من النوم بالعافية. فيش واحدة بيهون عليها تصحى تسوي سريرها، تتوضى وتصلي الفجر في ميعاده إلا من رحم ربي. إحنا أمة لسه نايمة، لسه نايمين، إحنا لسه نايمين. الكلام اللي أنا قلته ده حقيقة يا جماعة. وعارفة إن بعض الناس هيدخلوا يشتموني عليها في التعليقات، عادي يعني، ده برضو مظهر من مظاهر الفشل اللي راكبنا، ان احنا ما بنقبلش حد مختلف عننا. بس انا بحب اكون واقعية، ما بحبش الشعارات المزيفة والجعجعة الفارغة. فالحل ايه طيب؟ ايه اللي نقدر نعمله دلوقتي؟ كل اللي يقدر على حاجة يعملها، من اول اهتمامنا بعبادتنا وبشغلنا ونهضة بلدنا والضمير في العمل ونصرة القضية باللي نقدر عليه، سواء بالمال بالكلمة بالدعاء. كل واحد يعمل اقصى ما يستطيع. ما تنامش، نام ساعة ساعتين وقوم، ما تنامش بال12 ساعة. ترجم القضية وترجم التاريخ بتاع العصابة دي وعلمه للأجيال، عشان الأجيال هي اللي هتغير مش احنا. المسؤول والحاكم اللي يقدر يحاربهم يحاربهم. نعلم أولادنا ونفهمهم ازاي شوية عصابات استولت على الأرض والعالم أعطاها صفة رسمية وعملها دولة بالعافية على أرض مش أرضهم، عشان المنطقة تفضل ولعة ومشغولة بالحروب وما تقوم لهاش قومة، ما نعرفش نرفع راسنا. علموا أولادكم إن التمسك بكتاب الله هو اللي هيجيب النصر، بس نتمسك بيه كلنا، مش فئة تبقى مع ربنا وفئة مع الرأس والهجس والجهل، لأن الفئة اللي هتعك هي اللي هتكون سبب الهزيمة. علموا أولادكم إن الكيان ده مش دولة أصلا، ولا يمكن نعترف بشوية عصابات أو نعاملهم على إنهم دولة حرة ذات سيادة. العصابات دي مكانها السجن مش الاجتماعات والمعاهدات والمؤتمرات الدولية. دول شوية بلطجية اللي احنا بنبص لهم من بعيد في الشارع كده نقرف منهم ونخبي اطفالنا ونسقنا منهم، عارفين هم دول البلطجيه والشمامين. مسكوهم رتب في الجيش وعملوهم ضباط وعملوا لهم دوله بالعافيه، ما تدهمش مكانه مش بتاعتهم، عشان اول ما رفعوا راسهم رفعوها علينا. علموا اولادكم يلتزموا بمذاكرتهم وبطلب العلم وبالقران وبالفرائض، بالصلاه، بالحجاب، بستر جسمك، بغض البصر، بالبعد عن الغرائز والشهوات المحرمه عشان تركز في الحلال ما تركزش في الحرام، عشان تنهض بالبلد. زوجوا الشباب والبنات عشان يركزوا في شغلهم وفي أعمالهم، ما يبقاش ماشي كل همه إنه يشوف واحدة يقضي معاها ليلتين. علموا أولادكم يحبوا بعض، يحترموا بعض، عشان يعيشوا إيد واحدة في سلام مش في صراعات، فيتمكن منهم عدوهم لأنه شايف كل واحد منهم في وادي. التمكين محتاج إصلاح سنين طويلة، مش زرار هندوس عليه وننتصر بيه. سيدنا نوح عليه السلام فضل يحاول مع قومه 1000 سنة، وطول القرون الماضية الأنبياء عمالين يحاولوا وينحروا في قلوبهم ويبذلوا الجهد والوقت والمال والروح عشان يصلحوا الناس. فنبدأ ناخد بالأسباب ونستعين بالله، مش نقول ربنا فين وسيبنا ليه. احنا اللي فين؟ احنا اللي سايبين الدنيا ونايمين في مية البطيخ ليه؟ او ليه ولا ايه؟ بس اسفة ان انا طولت عليكم، وربنا يصلحنا كي نستحق النصر وبس كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.